دي وقتها حسن نصر الله اتهمنا ان احنا اخوانا ونحن عملاء لاسرائيل ونحن يلي بيطلب بضبط الحدود هو عميل اسرائيلي، فهيدي ضعف الحجه. كل ما اليوم يتبين شيء دائما بيحطوا العمليه عن اسرائيل، لانه هن بالنسبه لهم القضيه الاكبر لهم اسرائيل، فكل شيء مرتبط فيها. يا اخي ما لنا دخل ولا باسرائيل ولا شيء، في عنا قضيه اسمها قضيه لبنانيه. شو حاجتك اللبنانيه تعطى نتناقش نحن وياك فيها، بس ما بقى تجي كل ما دق الكوز بالجرة لضعف حشتك تجي تكبنا بحضن اسرائيل. خي اذا هالقد مصر تكبنا بحضن اسرائيل، رح نصفي بالاخر يمكن نضطر نتحالف مع 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 الشيطان كرمال تنقدر نواجهك، لانه انت اليوم عم بتسبب خطر على وجودنا وعم بتسبب خطر على هويتنا وعم بتسبب خطر على مستقبلنا بهذا البلد. لا تلغي فرضية اليوم اعادة تحالف نديم جميل مع اسرائيل، يعني هذه الاشياء اللي عدو عم تتهم فيها. اول شيء انا شخصيا ما بحياتي كنت متحالف مع اسرائيل. لكن اذا اضطرك الامر تعيد الكرر لما فعله ولدك، ولا المشروع تبعنا كان بهذا المجال، ولكن لما بوقتها الظروف ادت انه اليوم في او قاتل او مقتول او يعني صرت محشور بالزاويه لدرجه انه مضطر تتحالف مع مين ما كان كرمال تدافع عن حالك، ايه اذا هيدا الامر رجع انوجد ايه اكيد حتى الأمر. لو اضطر الامر انه تتحالف مع اسرائيل بشكل صريح، انا ما بهمني مع مين بتحالف، انا بهمني اليوم ممكن اتحالف مع سوريا ضد حزب الله، مين بيعرف. انا اليوم مستعد، انا ما عندي عقد تجاه حدا. اذا انت في اي حرب مقبلة على لبنان ستكون بس الى جانب حزب الله بهالموضوع؟ مش الى جانب حزب الله، انا برفض اليوم انه حزب الله يفوت بمعركه، وانا برفض انه حزب الله هو يكون عم بجرني على معركه. لان اليوم مشكلتي اليوم مع اسرائيل فيني احلها بمية طريقه، مش مضطر ابدا يكون عندي صواريخ وتهديد وعامل حروب لحلها مع اسرائيل. حاول تبين الحدود البحريه، واليوم توتال جايه والاني جايه وكتر انرجي اجت على لبنان تيبلشوا يشيلوا الغاز. طيب هيدا الشيء تم شو بسلاح يعني او بمعارك تمت بالبحريه كرمال تحددوا الحدود؟ اجا وصار في اتفاق وافق عليها حزب الله وصوت عليها ومضي عليها ومشي فيها لبنان كله سوا. اليوم اذا في مشكله تتعلق بترسيم الحدود اللبنانيه الاسرائيليه في 100 طريقه فينا نحلها فيها. اذا في اليوم مشاكل بيننا وبين اسرائيل في 100 طريقه نجي نحلها فيها، مش ضروري اليوم نخرب كل اقتصادنا وندمر العدو وندمر حالنا كرمال تا ما نحصل على شيء. بال2000 بال2006 اعتبروه انتصار كتير كبير. اي انتصار؟ دمرنا يمكن 5% من البنيه التحتيه تبع اسرائيل، برافو عليهم، بس تدمر اكثر من 60% او 70% من البنيه التحتيه اللبنانيه وخاصه من اقتصادنا. وفي اكثر من 100,000 شاب وصبيه هاجروا لبنان، ومن وقتها يمكن رجع منهم 20 او 30,000 والباقي كله بعدهم هاجر.